في دبي ديرما. طبعا مؤتمر دبي ديرما من المؤتمرات المهمة جدا في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل، ودائما احنا كأطباء نبحث عن ما هو جديد في أحدث التقنيات لعلاج البشرة، لتجميل البشرة، التخلص من مشاكلها. ومعرض دبي هو معرض يجمع كل الشركات العالمية، اللي من بينها يعني الحين مثل شركة إمداد من الشركات الموجودة في منطقة الخليج، واللي لديها كثير من الوكالات العالمية. واقعا أنا تعاملت مع إمداد على مدى سنوات، والشركات دائما الوكالات اللي موجودة مع إمداد وكالات مميزة، لذلك في كثير من الأجهزة اشتريتها عبر سنوات. أذكر منها أجهزة لشد البشرة، أجهزة لإزالة التصبغات، أجهزة ليزر لعلاج آثار حب الشباب والندوب. طبعاً تجربتي مع هاي الأجهزة جداً ممتازة. قبل ما أشتري الجهاز أشوف مين الشركة، ولما أقول الشركة هم أكثر من شركة، عادة الشركة المصنعة والشركة التي تبيع الجهاز في منطقتنا، واللي هي الشركة الداعمة، يعني اللي احنا نسميه after sale service. مهم جدا ان الشركة تكون متعاونة، هي شراكة، هي العملية عملية شراكة بين الطبيب والشركة. يعني انا عشان انا اشعر بالامان لازم يكون عندي شركة تعطيني دعم كافي تقني تدريبي، لو في أي مشكلة موجودين، صيانة للأجهزة، اهتمام، لأن هاي الأجهزة مثل كل جهاز لابد من صيانة واهتمام. لذلك العلاقة مع الشركة عندي شيء أساسي، لذلك أنا لا أتعامل مع أي شركة، دائما أفضل الشركات اللي عندهم دائما مهندسين ذوي خبرة متوفرين بالبلد، عندهم استجابة لطلب. يعني إحنا كأطباء لو عندي جهاز خرب أو توقف عن العمل، أول شغلة أسويها أكلم الشركة. لو كانت الشركة ريسبونس أو تنظر في الموضوع وتبت فيه بسرعة، هاي الشركة أنا تكبر في عيني. أنا واقعا تجربتي مع إمداد مثل ما قلت لك تجربة جميلة، والحمد لله إمداد الآن موجودين في البحرين، وهاي شيء مهم لأنه يغطي مسألة الدعم التقني والدعم، حتى الدعم المعنوي. يعني لو عندك مشكلة في الجهاز وترفع السماعة وتكلم المهندس أو مدير المكتب، أو شيء مهم جداً.